أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في حفل فني وخطاب نظم بالمكلا احتفالا بأعياد ثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر أن اليمنيين شعب واحد مزقتهم الصراعات الدولية ووحدتهم الإرادة الوطنية، وأضاف بأن الحرب الحالية فرضتها ميليشيات الإنقلاب وأن السلطة الشرعية تنشد السلام وتسعى إليه من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والذي يلزم الميليشيات الحوثية بتسليم السلاح. تواصلت المعارك العنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي والمخلوع من جهة أخرى في شمال مديرية الصرواح غرب محافظة مأرب. وقال مصدر ميداني أن الجيش والمقاومة تمكنا من التقدم في مناطق الضيق وجبل الدرمة المطل على محزام العوير غرب جبل هيلان. ارتكبت ميليشيات الحوثي والمخلوع مجزرة دموية جديدة من خلال قصفها للمدنيين في تعز، وتسببت قذيفة أطلقها المسلحون الحوثيون في سقوط 6 شهداء و19 جريحا من المدنيين في جولة سفتل بجوار منطقة سوق القات. وكانت ميليشيات الحوثي والمخلوع كثفت منذ فجر اليوم من قصفها العشوائي بالصواريخ والمدفعية على الأحياء السكنية بمدينة تعز. وأكدت مصادر محلية أن ما يقارب 40 قذيفة أطلقتها الميليشيات تسببت في إغلاق عدد من مدارس المدينة، كما تسببت في موجة نزوح كبيرة من بعض الأحياء. كما ذكر شهود عيان أن الميليشيات قتلت مواطنا في منطقة العسيقية بحذران غربي المدينة لرفضه الخروج من منزله بعد اقتحامهم له. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في اليمن أن أكثر من 6000 من اليمنيين فقدوا أطرافهم وباتوا معاقين منذ بدء الصراع في البلاد. وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في نهاية سبتمبر المنصرم أن أكثر من 40,000 قتيل وجريح من اليمنيين تم تسجيلهم من قبل المرافق الصحية في البلاد، مشيرة إلى أن العدد الفعلي لضحايا الصراع أكبر من ذلك بكثير.